بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله شوربة العدس. عندنا 8 كيلو عدس اصفر، هنغسله كويس وهنصفيه، وعندنا جزرة متوسطة متقطعة شرايح رقيقة بالشكل ده، وبصلة متوسطة متقطعة بأي شكل، وطماطماية هنعمل فيها شقوق، وفصين توم متقطعين بأي شكل. وبعد كده هنحط العدس في الحلة اللي هنسويه فيها، وهنغطيه بالمية بحوالي عقلة صباع، وهنحط عليه البصل والثوم والجزر والطماطم. وبعد كده هنحط الحلة على نار متوسطة وهنوارب الغطا علشان ما يفرش معانا. وخلاص كده العدس استوى معانا، هو كل الحاجات اللي احنا ضفناها، وهياخد معانا حوالي ربع ساعة بالكتير، وهنشيله من على النار وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. وبعد ما العدس يبرد معانا هنحطه في الخلاط وهنضربه كويس جدا. وخلاص كده ضربنا العدس كويس. وبعد كده هنحط الحلة على نار متوسطة وهنحط فيها معلقة صغيرة سمنة. وبعد كده هنحط العدس فوق السمنة وهنضيف عليه ربع معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة كمون، وهنقلبه كويس. وبعد كده هنهدي النار وهنسيبه يغلي حوالي 5 دقايق. وبعد كده هنعمل تقلية الثوم. عندنا معلقة كبيرة سمنة وثلاث فصوص ثوم مفرومين مع نص معلقة صغيرة ملح، وهنحمر الثوم ونخلي بالنا ان الثوم ما يتحرقش معانا. وتقلية الثوم دي حاجة اختيارية، هي بتزود الطعم وبتخلي النكهة قوية، لو مش عايزينها ممكن ما نضيفهاش والعدس يتقدم زي ما هو، بس هنظبط الملح بتاعه. وبعد ما الثوم يتحمر هنضيفه على العدس وهنقلب كويس وهنطفي النار على طول. وخلاص كده شوربة العدس خلصت معانا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.